إذن نرحب أيضا من إسطنبول بالسيد محمد علوش الباحث السياسي. أهلا بك سيد محمد، ونريد أن نتحدث على قراءتك حتى اللحظة لما يجري الآن في روسيا في مدينة روستوف من تمرد عسكري من قوات الفاغنر. بداية مساء الخير. أنا أعتقد أنه التمرد الذي قاده بريغوزين اليوم ضد الجيش الروسي يعكس أمرين خطيرين. الأمر الأول هو عجز الرئيس فلاديمير بوتين في إدارة الصراع بين فاغنر والجيش الروسي. هذا الصراع ليس جديد، كان قائم منذ سنوات ويتمحور في غالبيته على النفوذ والسيطرة. الآن خرج هذا الصراع على السيطرة، بالتأكيد سيكون له عواقب مؤكدة. لا نعرف حجم هذه العواقب، لكن بالتأكيد سيكون هناك عواقب. الأمر الآخر وهو أيضا مسألة مهمة جدا، هذا التمرد يعكس بدء ظهور التصدع في الجهة الداخلية الروسية بعد نحو عام ونصف على الحرب الروسية الأوكرانية. خلال العام ونصف الماضي استطاع الرئيس فلاديمير بوتين أن يدير الجبهة الداخلية من دون أن تكون هناك أي اضطرابات أو أي انقسامات في الداخل الروسي، على الرغم من أنه كانت هناك معارضة وإن كانت محدودة للحرب الروسية على أوكرانيا، لكن هذه المعارضة ظلت محصورة ضمن نطاق ضيق وفي الشارع. الآن نشهد صراع خطير داخل المؤسسة العسكرية، وإن كانت فاغنر ليست جزء من المؤسسة العسكرية لكنها جزء من القوة العسكرية الروسية عموما، وهي أحد الأدوات العسكرية الروسية في الحرب في أوكرانيا. طبعا يعني رغم أنه الصراع بين فاغنر والجيش الروسي كما قلت هو يتمحور في الغالب حول النفوذ والهيمنة، إلا أنه كان هناك لافت الخطاب الذي استخدمه بريغوزين في إعلان التمرد، وهو انتقاد غير متوقع ومفاجئ للحرب الروسية على أوكرانيا، وبدأ هذا الانتقاد على أنه تشكيك بشرعية الحرب، بشرعية الأسباب التي دفعت الرئيس فلاديمير بوتين إلى بدء هذه الحرب. أنا تقديري أنه حتى الآن يعني من غير المتوقع أن ينجح هذا التمرد بالفعل، لكن بتقديري أيضا العواقب المحتملة لهذا التمرد طيب. على نظام الرئيس سيد محمود، يعني بالنظر إلى الأخبار العاجلة التي ترد الآن، يعني وكالة ريا نوفستي الروسية تقول أن هناك تعزيزات أمنية مكثفة عند مداخل موسكو ونقاط تفتيش بمدرعات، إعلان حالة الطوارئ في موسكو، منع التجول وتحذير السكان من التنقل، الأمن الروسي يزيد من الإجراءات الأمنية وانتشاره داخل العاصمة موسكو، جميع هذه الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها بالإضافة إلى القرارات التي أصدرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشير إلى أن هناك سيناريوهات تشاؤمية قد تحدث أو يتوقعها أو تتوقعها السلطات الروسية في الساعات المقبلة أو لربما في الأيام المقبلة، يعني بأن هذا الصراع لن ينتهي بين ليلة وضحاها. بالتأكيد أنا تقديري أنه قلق الرئيس فلاديمير بوتين ليس من قوة فاغنر بحد ذاته، بل من أن يؤدي تمرد فاغنر إلى دفع بعض الشرائح في روسيا إلى التمرد على نظام الرئيس فلاديمير بوتين وإظهار معارضة صريحة للحرب. يمكن أن يكون هناك استجابة لهذا التمرد من جانب بعض الشرائح داخل الجيش الروسي، هذا الأمر وارد. يمكن أيضا أن يكون هناك استجابة في المجتمع الروسي المعارض لهذه الحرب أيضا لهذا التمرد. لذلك بتقديري الخطوات الروسية أو خطوة الرئيس فلاديمير بوتين هي خطوة استباقية لمنع انزلاق هذا التمرد ودفع أطراف أخرى إلى الاستجابة أو التعامل مع هذا التمرد. لكن أنا تقديري لا تزال أو لا يزال الجيش الروسي قادر على ما أعتقد على حسم هذا التمرد، لكن الأمر العواقب المحتملة لهذا التمرد على الداخل الروسي تتوقف على عامل الوقت بطبيعة الحال. كلما استطاع الرئيس بوتين أن يحسم هذا التمرد بشكل سريع كلما قلت هذه العواقب، والعكس صحيح، لكن بالتأكيد سيكون هناك عواقب. هناك نقطة مهمة جدا الآن، التساؤلات ليس فقط عن تأثير هذا التمرد على الجبهة الداخلية الروسية بل أيضا على مسار الحرب الروسية الأوكرانية. سيطرة فاغنر على مدينة روستوف الجنوبية هي مدينة مهمة جدا، تبعد نحو 600 ميل عن الحدود الأوكرانية، هي مركز إمداد لوجستي رئيسي للقوات الروسية في أوكرانيا، رغم أنه بريغوزين أعلن بأنه هذا التمرد لن يؤثر على العملية العسكرية ولا يهدف إلى عرقلة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكن بتقديري سيكون له تأثير فوري على مسار العملية العسكرية في أوكرانيا. تماما، وأنا هذه النقطة التي كنت أريد أن أتحدث معك دكتور محمود حولها، يعني التأثر الواضح للعملية العسكرية قد
يكمن بعد عدة أيام لربما، في حال كما تفضلت أن مدينة روستوف هي منطقة استراتيجية يوجد فيها مطار روستوف العسكري، هذا المطار الذي ينفذ أيضا ضربات جوية على بعض المناطق في الشرق الأوكراني. كل هذه العوامل لربما ستنعكس، وهنا نريد أن نتحدث عن انعكاساتها على الحرب الدائرة في أوكرانيا، وكيف يمكن أن يتم استغلالها من قبل القوات الأوكرانية لربما لاستعادة بعض المناطق الواقعة تحت سواء قوات الفاغنر أو القوات الروسية. يعني رغم الدور المهم الذي لعبته فاغنر خلال العام والنصف الماضية من الحرب، كما تعلمون فاغنر كانت استطاعت أن تسيطر على مدينتين مهمتين، مدينتي سوليدار وبخموت في شرق أوكرانيا، لكن خلال الفترة الأخيرة تعرضت لانتكاسة كبيرة، وبدأ أن فاغنر عاجز عن تحقيق انتصارات عسكرية إضافية في هذه الحرب. لكن أنا تقديري أن العملية العسكرية الأوكرانية الروسية في أوكرانيا تستند بشكل أساسي على قوة الجيش الروسي. أنا تقديري أنه التأثير المحتمل لتمرد فاغنر على مسار الحرب الروسية الأوكرانية سيكون تأثير معنوي بشكل أساسي، بمعنى أنه كلما استمر هذا التمرد لفترة أطول كلما كان له تأثير سلبي على معنويات الجيش الروسي في أوكرانيا، وكما قلت ربما يفسح المجال أمام الضباط أو بعض الشرائح داخل الجيش الروسي أو القوات الروسية بعض الأفراد إلى التمرد على الجيش الروسي في هذه الحرب. وأن كنت أعتقد بأنه يعني الجيش الروسي متماسك إلى حد كبير، لكن بالتأكيد سيكون هناك تأثيرات، والتأثيرات أنا تقديري أنه ستكون تأثيرات معنوية. فيما يتعلق بقدرة أوكرانيا، القوة أو قدرة أوكرانيا على الاستفادة من هذا التمرد من أجل قلب موازين الصراع عسكريا هي تعتمد بشكل أساسي على قدرتها العسكرية وليس على تأثير روسيا في مسار على مسار العملية العسكرية. الجيش الروسي في ساعات الصباح الأولى شن هجمات واسعة على العاصمة الأوكرانية كييف، وبدأ أن هذه الهجمات هي رسالة من الرئيس بوتين بأن الحرب الروسية على أوكرانيا لن تتأثر بهذا التمرد. يمكن فهم هذا الهجوم وتوقيت هذا الهجوم على أنه محاولة من الرئيس بوتين للتأكيد على أن مسار العملية العسكرية لن يتأثر بأي حال من الأحوال على بهذا التمرد. لكن في المستقبل البعيد، على المستقبل البعيد بالتأكيد الأمر كله يتوقف على عامل الوقت، كلما استطاع الرئيس بوتين. لكن أيضا هناك سؤال يطرح على الطاولة سيد محمود حول الدول الحلفاء، ونحن نتحدث عن الناتو والدول الغربية، كيف ستستغل هذه الفرصة الآن لدعم أوكرانيا والقوات الأوكرانية، وبالتالي طبعا من تصعيد وتسريع عملية الهجوم الأوكراني المضاد؟ يعني هناك هجوم أوكراني مضاد بالفعل بدأته أوكرانيا تقريبا قبل عدة أسابيع، وهناك انخراط عسكري كبير في هذا الهجوم من خلال دعم أوكرانيا بمعدات وأسلحة ثقيلة. لكن أنا تقديري أنه الآن الدول الغربية تراقب ما يجري في روسيا، حتى الآن لا تستطيع أن تتخذ تقييم واضح، أنه من خلال متابعتنا للصحافة الغربية ولتصريحات المسؤولين الغربيين على أن الدول الغربية يبدو أنه تفاجأت بما حصل، لم تكن تتوقع أن يصل الصراع بين فاغنر والجيش الروسي إلى هذا المستوى. أنا أستبعد أن يكون هناك انخراط أو دور غربي في دعم هذا التمرد عموما، لأنه بعض أو يفهم من خطاب الرئيس بوتين عن مسألة الخيانة، ويفهم من بيان وزارة الخارجية الروسية عن تحذير الدول الغربية من التدخل أو من استغلال هذه الاضطرابات في روسيا من أجل تأجيج الاضطرابات والانقسامات في روسيا. لكن أنا تقديري أن الدول الغربية ليس لديها أي نفوذ أو تأثير. هذا الصراع هو يتمحور بشكل أساسي في صراع على السلطة بين فاغنر والجيش الروسي، وأحد أسباب تفجر هذا الصراع كما قلت في البداية هو عجز الرئيس بوتين في إدارة هذا الصراع ومنعه من التفجر من الخروج عن السيطرة. لكن بالتأكيد حتى الآن لا نستطيع أن نملك رؤية واضحة لكيفية مضي مسار التمرد في روسيا. واضح. حتى الآن الافتراض المنطقي أن الجيش الروسي لديه قدرة على إحباط هذا التمرد، التكاليف بالتأكيد ستكون كبيرة على نظام الرئيس بوتين، لسيما في الجانب المعنوي. أنا يعني وإن كنت يعني حذر في استباقة أي استنتاج، لكن تقديري أنه سيكون من الصعب الرهان على أن هذا التمرد ربما يؤدي إلى إضعاف روسيا في حرب أوكرانيا. واضح. ابقى معي سيد محمود علوش، وسنذهب أيضا مشاهدينا. أظهرت مقاطع فيديو هروب السكان في مدينة روستوف بعد سماع أصوات قصف في محيط المدينة. Все убивает, кто-то стреляет.
أعود إليك ضيفي من إسطنبول سيد محمود علوش الباحث السياسي. وهناك زاوية نريد أن نتحدث عنها وهي فكرة تمرد قوات الفاغنر خارج روسيا. نحن نتحدث عن أذرع الفاغنر سواء في سوريا، في ليبيا، في إفريقيا، ولكن دعنا نركز على سوريا. هل سيكون هناك تمرد للفاغنر في سوريا؟ وما إذا كان هناك تمرد كيف سيكون شكل هذا التمرد وما انعكاساته السلبية؟ بداية دعنا نؤكد على نقطة مهمة جدا. التداعيات المحتملة لهذا التمرد تتوقف بشكل أساسي على مسار هذا التمرد وعامل الوقت، بمعنى أنه إذا استطاع الرئيس فلاديمير بوتين حسم هذا التمرد بسرعة أكبر وبتكاليف أقل لن يكون هناك أي تداعيات محتملة بطبيعة الحال، لكن إذا استمر هذا التمرد لفترة أطول وأدى إلى ظهور تشققات داخل الجبهة الداخلية الروسية بالتأكيد سيكون لهذا التمرد تداعيات. فيما يتعلق بسوريا، أنا تقديري أنه قوات فاغنر في الوقت الراهن لا تمتلك أي دور فعال فيما يتعلق بالوجود العسكري الروسي في سوريا. عموما يعني القوات العسكرية الروسية النظامية هي تلعب الدور الأكبر فيما يتعلق بالحالة السورية، وأيضا يعني الصراع السوري الآن لم يعد في مرحلة الحرب أو في مرحلة الحاجات الملحة لروسيا من أجل أن تكون لديها نشاطات عسكرية في سوريا، وبالتالي أنا أعتقد بأنه هذا التمرد ربما لن يكون له تداعيات محتملة لكن في المعادلة السورية. لكن في ذات السياق، لا يعتبر ذلك أيضا خسارة لروسيا أن تخسر أذرعها في إفريقيا؟ ونحن طبعا هناك تواجد كثيف لقوات الفاغنر في الدول الإفريقية أو بعض الدول الإفريقية. بالتأكيد هذه هي النقطة اللي أعتقد أنه أكثر أهمية. على سبيل المثال في ليبيا وفي مالي وفي جمهورية أفريقيا الوسطى، جزء أساسي من النفوذ الروسي يقوم على دور فاغنر. هذه مجموعة فاغنر لعبت دور كبير في إيجاد موطئ قدم لروسيا في الصراع الليبي، أيضا في أفريقيا الوسطى هذا الدور واضح بشكل أساسي، وأيضا في مالي. بالتأكيد هذا التمرد سيؤثر بشكل كبير على الدور الروسي في هذه المناطق، خصوصا إذا ما استمر. كما قلت، أنا أشدد على مسألة دائما هي فترة عامل الوقت ومسار هذا التمرد، لكن أنا تقديري أنه هنا يعني سنكون أمام سيناريوهات. إذا ما استطاع الرئيس فلاديمير بوتين والجيش الروسي أن يعني يدفع الجزء الأكبر من مجموعة فاغنر إلى الانقلاب أو إلى معارضة توجهات بريغوزين، بالتأكيد سيكون التمرد تداعيات هو أقل على دور فاغنر في هذه الدول. لكن حتى الآن بعض المؤشرات تبدو خطيرة، يعني على سبيل المثال رغم أنه الرئيس فلاديمير بوتين دعا مقاتلي فاغنر إلى عدم الاستجابة لدعوة بريغوزين، حتى الآن لم نشهد أن هذه الدعوة لقيت أصداء كبيرة داخل فاغنر، مع أنه أيضا لا نعرف ما إذا كان كل مقاتلي فاغنر وكل قادة فاغنر انخرطوا بالفعل في عملية التمرد. حتى الصورة لا تزال غير واضحة، لكن أنا تقديري أنه ربما سيكون هناك عواقب لهذا التمرد في بعض المناطق، لا سيما تلك التي أشرت إليها حضرتك. واضح. شكرا لك من إسطنبول السيد محمود علوش الباحث السياسي على جميع هذه التفاصيل.